والله شوف، انا اولا نحب نهضر مع شبابنا الوجه للوجه، ما نحبش نبدا بالظهر. ميرسي. اولا نقول لكم عندي نيه فيكم، والله نيتي كبيره في البنات وفي البنينه والبنات. الشيء اللي نتمناه هو انه هذيك الغمه اللي في صدركم ان شاء الله تتنحى يا رب العالمين. وباش تتنحى لازم وقت كبير، وباش تتنحى لازم تحط يدك في يدي ونساعدوا بعضنا بعض. لازم المهم ننظروا في اتجاه واحد، المهم مش المهم تكون الفكرة نتاعك انت مختلفة على الفكرة نتاعي، المهم انه ننظروا في اتجاه واحد لانه هدفنا واحد وهي الجزائر والجزائريين. وبالتوفيق لك. يعطيك الصحة. لا يعطيك الصحة.